دلوقتي هنتكلم مع الديفلوبمنت اوف ذا فيجينا. واحد هيقول لي طب ما انت قايل قبل كده البارا ميزو نفرك ضغط اللي هي اتقسمت ثلاثة ابر فيرتيكال ميدل هوريزونتال لور فيرتيكال، عملت لي التو فالوبيان تيوب وعملت لي اليوترس والابر بارت اوف ذا فيجينا. ده اللي بيجي في الامتحان، لكن النهارده في اندر جرادويت ده بيجي اسمه بارا ميزو نفرك ضغط. لكن انا دلوقتي باجي على ايه؟ ماجستير النساء والكلام ده، ساعات يجيب له ديفلوبمنت اوف فاجينا على بعضيه، فده عشان كده انا بشرح الحته دي. فبقول ان الفاجينا قلنا البارا ميزو نفرك ضغط دي ابر سير ميدل سير واللور سير، دي بتعمل لي يوترو لور سير بتاع البارا ميزو نفرك ضغط اللي هي بيسموها الموليريان ضغط، تعمل لي يوترو فاجينال كانال، اليوترو فاجينال كانال تعمل لي اليوترس والابر بارت اوف ذا فاجينا. يبقى انا كونت الابر بارت بتاع الفاجينا طالعه من البارا اليوترو فاجينال كانال اللي هي البارا ميزو نفرك ضغط اللي هي الموليريان ضغط، ودي ميزو ديرمال ان اورجن. نيجي بقى الموليريان ضغط بيبقوا تو ضغط دول قبل ما يلحقوا مع بعض، ينزلوا هنا يعملوا تاتش للديفينيتيف يورو جينيتال ساينس. هتيجي تسالني ايه الديفينيتيف يورو جينيتال ساينس؟ اقول لك ده اخر حته في الكلوكه، دي اخر حته في الكلوكه في الفيميل، ودي اندوديرمال ان اورجن. فلما بيجي الميزو البارا ميزو نفرك ضغط الموليريان ضغط يعملوا تاتش الحته دي في الكلوكه استيموليت تيوبركلز، استيموليت تيوبركلز، تيوبركلز دي تطلع من الاندوديرم، هم اسمهم موليريان تيوبركلز. دول موليريان تيوب، خد بالك دول مش الموليريان ضغط، الموليريان ضغط ميزوديرم الاحمر، لكن الموليريان تيوبركل اللي هم الخضر دول، الموليريان تيوبركل ده اندوديرم طالعين من الديفينيتيف يورو جينيتال ساينس. الموليريان تيوبركلز يطولوا، يعني هم تحت شوفوا قصيرين بيطولوا، هم بيطولوا يعملوا الاثنين موليريان تيوبركل يعملوا ساينو فاجينال بالب، يعملوا له حاجه اسمها ساينو فاجينال بالب. يبقى الموليريان تيوبركلز لما طولوا دول اندودير عملوا ساينو فاجينال بالب. ازاي الساينو فاجينال بالب دي تتحول بعد كده اسمها فاجينال بليت؟ اسمها ايه؟ فاجينال بليت. الفاجينال بليت يحصل لها كانالايزيشن، تبقى كانال وتبقى تتحول لور تو ثيرد اوف ذا فاجينا اللي هي فتحه تحت في الجزء اللي هو ديفينيتيف يورو جينيتال ساينس اللي هو بيكون الفاجينال فيستيبيول. يبقى لما يجي اقول له الديفلوبمنت بتاع فاجينا اقول له ابر بارت ميزوديرمال ان اورجن طالع من الموليريان ضغط او البارا ميزو نفسك ضغط، او طالع من اليوترو فاجينال كانال اللي طالع من الموليريان ضغط، ده الابر سير. اجي اللور تو سير اقول له ده طالع من الاول موليريان تيوبركل، يطول من اهو تيوبركل اندوديرم يطلع لفوق اديني ساينو فاجينال بالب، اداني ساينو فاجينال بالب، ساينو فاجينال بالب يتحول بعد كده فاجينال بليت اللي هو الباقي ده كله. الفاجينال بليت يحصل له كانالايزيشن ويفتح في الديفينيتيف يورو جينيتال ساينس اللي هو بيسموه بعد كده فاجينال فيستيبيول. يبقى الابر بارت اوف ذا فاجينا ميزودير، اما اللور بارت عباره عن اندوديرمال ان اورجن.